شي كيفك؟ تمام. زمان عنك. زمان زمان. يعني من قبل رمضان بشوي. كل سنة وانتي سالمة، أنا ما شفتك كمان. وانتي سالمة قرب عيد الأضحى. للعيدين خلص. للعيدين أحسن، خلص ما تعيدي مرة ثانية. في اليوم بدك تعملينا كيف نزين الشلات؟ شلات. كتير حلو. إذا بتلاحظي بالليل عم بتبرد، فهلا بدها شال، يعني بدها شال صح بالليل، وحيكون غريب وديفرنت مش عادي، لانه هدول الشلال كلنا عندنا منهم الشلال بالوان مختلفه، بس بدنا نجيب ماشي تلبق للون الشال اللي عندنا. الاحمر انا جبت له احمر وابيض معه ولولو. الاخضر جبت له قماشه خضره فاتحه عشان تلبق له، يصير في زي درجات. أوكي. للون الاخضر رح نجيب الفلت، قماشه الفلت، بس اذا ما عندنا قماشه فلت ديالا بنقدر نجيب اي قماشه خميله وشوي جامده عشان تكون القاعده للدائره اللي هلا بدك تسويها. اللي رح نعملها هلا. اوكي اوكي بصير استعملها شوي هلا هاي. انا الصراحه برد برداده. اوكي طب استعملي اللي زيناها. صح انت هلا بدك. اوكي اوكي يلا رح نبلش. جبت هاي القماشة، أهم شيء القماشة تكون شوي شفافة على شيفون أكتر عشان نقدر نتحكم فيها. يعني ممكن إذا حدا عنده شارب أو هيك شال ما بده إياه، شال ما بده إياه بقدر يرجع يستعمله لأشياء تانية. بالضبط. هلا هاي بتخليها هيك ولا ممكن تعمليها هيك؟ تقدري الطريقة اللي بدك إياها. حلو. بس أنا ما حطيت على الجهتين، حسيت ودائما بوحدة شقة واحدة أحلى. شقة واحدة. فهلا رح نعمل، رح نقص من قماشة الشيفون الخفيفة اللي رح نستعملها زي قطعة طويلة. تقدري بس تروحي تتركي لي اياها؟ حسابك برد. حسابك. وبنقصها بإيدنا. اوكي هي اخذنا قطعه طويله من الشال هيك شكلها. الحواف مش ضروري يكونوا حتى مرتبين لانه مش رح يبينوا هلا بالسيليكون، كله رح يتغطى. اوكي الفلت رح ناخذ قطعه منه على شكل مربع. حتى تكون البيس عندنا القاعدة للشكل اللي هلأ رح نعمله. رح نبلش، رح نتني القماشة اللي عندنا لاثنين. أوكي؟ بصير بهاي الطريقة هيك رح نتنيها ورح نحط بنص. بس قبل ما نحط أي إشي خليني أخذ ليلى معنا اتصال هاتفي. يس. هلو؟ هلو؟ خير. اهلين بقدر احكي مع فين؟ في معاكي. اهلا محلين. كيفك يا ليلى؟ منيحه في اشتقنا لك. وانا اشتقت لكم كمان. زمانك عشان غبتي قبل اسبوع كان مصور. كان في تصوير حلقات فهلا رجعت لكم على الهواء. يلا ان شاء الله هيك بكون اشياء حلوه اليوم تعملي لنا. اكيد ان شاء الله رح تعجبكم. وشكرا لك يا ليلى. اهلين. كالعاده اشياء حلوه، ما بتعملي شيء مش حلو فيه انت. ثانك يو ثانك يو. حلو ما بيعمل الا اشياء حلوه. تسلمي تسلمي. طب وين كنتي؟ شفتي الحلوه هاي؟ ريلي انت وين سافرتي؟ انت الغششتي دانا وين تروح؟ سافرت على اسبانيا. سافرت على برشلونه. يس. كيف لقيتي هالبلد حلوه؟ الكل بيقول عنها حلوه كثير. بتجنن. وفي هيك لنا لمسه هناك فبالاندلس، فبتحسي هيك لنا هيك طابع هناك انه وجود هيك. بكون قوايا. صح. طيب حلو. صح. اوكي هلا رح نحط نقطه سيليكون بنص الفلت. اوكي ونحط القماشه اللي تنيناها بالنص. اوكي بنثبتها هيك رح يكون الشكل اللي عندنا. هلا رح نبلش نتني أو نلوي الحبل. هلا هي القطعة الصفرة بس للتثبيت. بس للتثبيت يكون عندنا قاعدة. وإذا لاحظتي لونها أصفر لأنه ما رح تبين. هلا رح أبلش ألف ديالة بشكل دائري أو حلزوني ورا بعض.
اوكي؟ فبدنا نحط سيليكون على كل جهه بدنا نستعملها. يكون اللف هيك. أنا ليش لفت معي تنتين؟ أوكي نقص الهاي. لزقوا بعض بس مش مشكلة. مش مهم يكون كتير بيرفكت، لا المهم يطلع لنا شكل بس. بس أهم شيء بس نضلنا نلفها. ونضلنا نحطهم بشكل حلزوني ورا بعض. اوكي بس ندير بالنا من السيليكون خصوصا اللي حاطت مناكير. اوكي بنكمل. وبأحجام مختلفة ديالة بنعمل، يعني مش كبير شيء صغير عشان يكون الشكل أحلى عنا. بس منضلنا نلف القماشة ونحطها بشكل حلزوني ورا بعض ديالة. وهدول الوردات أو الشكل الحلزوني اللي عندنا الدائري بنقدر مش بس نحطه عشال، بنقدر نحطه على مخدات، صح، على نعمل منه بروش، عشناتي، يعني أي شيء بدنا إياه. وبنقدر نعملهم بألوان مختلفة. هلا قبل ما نخلص ديالة بيكون عندنا زي قطعة ضايل، بنقص الشكل اللي عندنا. وبنبلش نحط على الأطراف عشان يتغطى القماش اللي عندنا. برضه بنلفها وبنحط على الأطراف عشان يتغطى القماش الصفرة اللي عندنا. إذا في شيء زايد من قصة القاعدة بتكون عندنا بهذا الشكل. هيك بتكون قاعدتها وهيك من قدام. إذا في عندنا حبال من السيليكون بنقيمهم. أوكي وبنعمل زي ما قلت لك بأحجام مختلفة مش بس حجم واحد. وبنقدر نحط عليها خرز لولو، أي شيء بلبق مع ال حاطة على الأحمر لولو. هون رح نحط زي حبال خرز لون أخضر. هلأ رح أوجيكم كيف منلزقهم. هيك حطينا حبل ستراس منه، حلو كمان بنزل عن الشال بطريقة حلوة. نحط كمان خرز هون. وهلأ رح نمسك الشال. مساعدة؟ لا لا هلأ انت خليكي متغطية. اوكي اذا هون ملاحظه احنا عملنا اشكال مختلفه، احجام مختلفه، ورح نحطهم هلا على الشال. اوكي ديالا بنقدر نخيطهم احنا لانه هي كله قماش بقماش. بس انا عشان السرعه والتلزيق انا بفضل التلزيق دائما. تفضلي. اذا شيء نقدر نلزق فيه. معلش ناخذ اتصال. يس اوف كورس. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك ست ديالا؟ تمام كيفك انت؟ يلا يسعدك. شو ما بتلبسي بليك؟ كيف شو ما بتلبسي انت بليك؟ ايه الله يخليك يا امان، رفعتي لي معنوياتي. انا والله لابسته بس عشان برد. هذا حبيبه. حبيبتي كيف حالك؟ يلا يسعدك. بنحب كمان نصبح على الست فاي. في فيكي اهلا صباح الخير.
اهلا طب عليكي. صباح الخير. على اعمال اليدويه الرائعه اللي بتعملي لنا اياها. تسلمي الله يخليكي. بتستفيد منها دائما. صح معك حق، هي افكار حلوه اعطتنا اليوم. والله ويا ريت انه يكون اكثر من يعني من الاسبوع اكثر من مره يجيبوا لنا. والله احنا بدنا بس في ما بتقدر. ان شاء الله الله يقدرها. شكرا يا امال، كلك زوق. حبيبتي الله معك. هلا. ثانك يو. شكرا لك يا امال. اوكي هلا بدنا نكمل، هلا بدنا نحط على الشال الاشكال الدائريه اللي عملناها. ما بنقام لا لا، والشال عاده يعني ما بينغسل كثير، حتى لو بالغسيل بتغسليها ايدك. صح عرفتي، يعني مش رح تضلك تحطي بالغساله. حطينا سيليكون ورا، بدنا نحطها على الشال هيك. وهيك بتوزعيهم كل واحدة فوق واحدة تحت واحدة. هلا رح نشوف كيف. مشت بالشكل اللي بدنا اياه يعني. بس يكون هاد تحت. نتأكد انه الخرز نازل هيك لتحت، اعطى شكل حلو ولمعة. اوكي. انا هون عاملة 7، 4 صغار وثلاثة كبار، فبقدر أوزعهم بالطريقة اللي بدي إياها. وبسيط، بس هيك بتلف القماشة. في معي مشاهد يعني مميز لرؤية فمضطرة أخذه، صديقنا العزيز عبد الله من عجلون. عبد الله كيف حالك؟ الله يسلمك اختي ديالا ويعطيك العافيه. الله يعافيك، انت امورك تمام؟ والله الحمد لله، جخه والله كويس. جخه احنا عندنا هون جخه وبرد، عندكم بعجلون كيف اليوم؟ والله الحمد لله الجو ممتاز والله اختي. طيب عظيم. نيالكم على هوا عجلون. يا ستي بدايه يعني الجو ممتاز ودائما عجلون يعني المحافظه الجميله اللي سماها سيدنا الراحل العظيم الحسين بن طلال في المحافظة الجميلة يعني المحافظة الخضراء. صح. معك عبد الله السواعي من محافظة عجلون يا ستي. حييك يا عبد الله. عبد الله أنا أول شيء بدي أبارك لك وأبارك للأردنيين كلهم اللي وقفوا إيد واحدة ومنعوا إقامة كلية عسكرية في برقش. امبارح أول امبارح طلع قرار من مجلس الوزراء بمنع إقامة هذا اختلاع الأشجار وعمل كلية عسكرية، فهذا إشي صراحة مشكر عليه الشعب الأردني اللي وقف إيد واحدة ضد هذا المشروع. يا ستي دائما إحنا يعني دائما قرار الحكومة هو قرار سليم، وذلك وذلك يعني في ظل سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين. دائما سيدنا والعائلة الهاشمية هم عائلة حكيمة، قيادتنا حكيمة، ومن خلالك من حي الست فيه سابا اللي على هذا البرنامج الحرفي الممتاز يعني اللي دائما هو مميز. ويا ريت يوم هيك تسوي لنا مجسم لقلعه الربض. هذه القلعه الجميله في محافظه عجلون. صح. ومن حيها دائما على هذا البرنامج. شكرا لك. الله يحييك اخت فيه. شكرا وان شاء الله بنعملكم شيء هيك لعجلون. الله يحييك، انت ما بتقصري وانت من عائله محترمه، وكمان بحيي كل القائمين معكم على البرنامج والاستاذه المخرجه رولا الحجي وكل الشباب الرائعين. واخيرا نقول عاش الاردن ملكا وشعب، وعاش سيدنا عبد الله الثاني ابن الحسين ابن الحسين العظيم. وشكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. شكرا لك عبد الله. شكرا. شوفي خلصتي؟ خلصنا. يعني وشو بدي يصير في حالي بس تروحي وتاخذي الشالات معك؟ خليها شو بدي؟ لا لا خلي هذا مقدم، ما بزبط على الديكور. وهيك بتكون هيك خلصنا. حلو كثير حلو. هي صاروا اثنين. صح تعود. ارجع اتعود على الفريزر. كثير حلوين فيس، لموا ايديك عن جد. يعني فكره كثير بسيطه اي حدا بيقدر يعملها. شكرا لك ولمشاهدينا كمان. سلم ايديكي. ثانك يو. نحن مكملين معاكم، رح تكونوا مع رندا نجار بعد الفاصل. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا.